ساحتي. المنضويات تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نقول لكم هنيئا لنا جميعا بنجاح هذه المحطة، أقول المحطة الثالثة من البرنامج النضالي. كل تحايا وكل تقدير لكافة المناضلين والمناضلات الذين جسدوا هذه المعركة البطولية. تحية تقدير واحترام لكل المكاتب المحلية والإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم CDT بجهة الشرق، ابتداء من تنسيت إقليم فيديك بمعرفة، مرورا بجرادة ووجدة وتوريد وقرسيب وبركان والدريوش والنظور، ووصولا إلى أبعد نقطة في أعالي الجبال في منطقة الريف. لكم منا كل تحايا وكل تقدير. مسيرة حضارية كانت للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرة كانت رائعة بكل المقاييس. نقول لكم موعدنا مع معارك أخرى، موعدنا بتطبيق برنامج النضالي أكثر تصعيدا، موعدنا مع معركة جهوية باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وسنقول لهم بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدافع عن المدرسة العمومية وفي قلبها التلميذ والأستاذ. نحن مع جميع المعارك للشغيلة التعليمية، نقول لكم ولكنا باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الدعم والانخراط والمشاركة في جميع المعارك النضالية من اعتصامات ومسيرات ووقفات واحتجاجات وإضرابات إلى غير ذلك. هذا صوت القوي، هذا صوت القوي. كدشي وافتخر نقول لكم أنكم جسدتم برنامجا نضاليا رائعا. موعدنا في محطة أخرى، ونقول لكم رافقتكم السلامة وتحية لله. إذن بداية تحية لكم على هذه التغطية الصحفية. جاءت مسيرة ووقفة اليوم تنزيلا لقرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضدا على مضامين النظام الأساسي. في واقع الأمر يعني نحن كنقابة وطنية للتعليم نتواجد في هذا الحراك التعليمي ونشكل جزء هام منه، لأننا نؤمن بأن ما تضمنه هذا النظام لا يصلح ولا يخدم الشغيلة التعليمية ولا يخدم المدرسة العمومية. موقفنا سيظل كما كان في بدايته، بأن أي نظام أساسي لن يأخذ طموحات واحتياجات ومطالب نساء ورجال التعليم من جهة، ويدعم المدرسة العمومية المجانية لأبناء وبنات المغرب، فهو نظام مرفوض، ويبقى الشارع التعليمي أو الساحة التعليمية هي الجواب الذي سننهجه إلى حين يعني اتخاذ إجراءات وإلى حين تفاوض منتج ومؤسس يعطي إجراءات
الآن الشيوعية التعليمية تريد إجراءات، لا تريد لغة الكلام، ويعني كما كنقولوا تسويق الكلام من أجل الكلام، هي تريد إجراءات من الحكومة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في الوضع المزري الذي يعيشه تعيشه المنظومة التربوية بكل مكوناتها، وعلى رأسها تلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية. لا تفوتني المناسبة أن أحيي مناضلات ومناضلي جهة الشرق على حضورهم المكتف والقوي، والذي أكيد سيقدم رسالة مفادها أن النقابة الوطنية للتعليم ستظل شوكا في حلق النقيض وفي حلق الخصوم، ولن تتنازل ولن تعود إلى الوراء وتترك الشغيلة لوحدها، فهي جزء منها وهي منها ولها. وتحياتي لكم مجددا وشكرا.